يا مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض ابيتايزر كده او نوع من المقبلات سريع ولذيذ جدا. هنعمل مشروم بالزبده والاعشاب، وبعد كده هنعمل عصير البطيخ بالبرتقال. طيب المكونات اللي عندي النهارده، عندي حاجات بسيطه، عندي شويه من الزبده للاعشاب، عندي زعتر وروزماري فريش، عندي هنا شويه من البصل المبشور، عندي ثوم مبشور، جنزبيل مبشور، عندي خل بلسمك، عندي روزماري وزعتر بس مفرومين عشان ننزلهم في الصوص، عندي كزبره خضراء، شويه من المستردة، شويه من المرقه، عندي طبعا هنا اخيرا شويه من المشروم، وده اللي هي السيخان بتاعه المشروم بس مفرومه بنفس مقاس البصل. كنت قلت لكم قبل كده واحنا بنعمل المشروم صوص ان انا بحب دايما اخد الساق دي افرمها احطها تبقى في الصوص نفسه، بتزود قوي في الطعم، وده بيبقى شكلها بس عشان نبقى عارفين. بس دي اللي بناخدها نفرمها زي ما قلت لكم بالحجم ده، وبقيت المشروم عندي اهي بحجمها كله، مش هنقطعها، هنعملها كده على حالها زي ما هي. طاسة عندي على النار او ووك، بس تبقى حاجه غويطه شويه وتبقى حاجه بغطا لان احنا في الاخر هننزل بيه شويه سوائل وهنسيبها تاخد سوا كده تقريبا 10 دقايق. خلاص، اول حاجه عندنا تريك كده ظريف هنعمله، هننزل كميه الزبده اللي عندي اهي كلها، هنزل عليها شويه من زيت الزيتون، وهاخد عيدان الروزماري اهي، وهاخد شويه من عيدان الزعتر. خلاص، وهسيب بقى كل ده زي ما بنقول كده يكم اب تو هيت او يطلع للحراره اللي انا عايزها، وهي الاعشاب دي جواه، فبيبتدي يديها تحميره خفيفه، فبياخد الطعم، بتطلع الزيوت بياخد الطعم، فالدهن اللي عندي الزبده والزيت بيبقوا متطعمين بالاعشاب دي، وبعد كده هنشيل العيدان ونبتدي ننزل ببقيه المكونات كلها. واحنا واقفين بعد 10 ثواني بالظبط هتبتدي تشم الريحه اللي طالعه بتاعه الزبده والزيت، كلها عباره عن ريحه الاعشاب. خلاص، وانا ما ينفعش اخليها تزيد قوي، انا مش عايزها تتحرق، فاول ما تسيح الزبده برفع كده من على النار اهو، وببتدي بس اقلب زي لما بنعمل مع الستيك لما بنخلصه، ببتدي بس اقلب الاعشاب بتاعتي بالشكل ده. خلاص، الصوت الطرقعه اللي احنا بنسمعه ده هو دي الزيوت اللي عماله بتطلع اهو. عايزين نعمل مثلا فص توم، نديله ضربه خفيفه، ضربه خفيفه قوي بس تكسر القشره بتاعته وننزلها هنا، هتبقى برده فكره ظريفه جدا. خلاص، صوت الطرقعه راح، ابتدت تبرد، هرفع تاني على النار، واول ما يرجع الصوت ده تاني خلاص هرفع الاعشاب دي خالص اهو. بصوا الصوت ابتدى يطلع تاني اهو، ابتديت اشوف الورق الصغير خالص هيسود على طول اهو، ابتدي ارفع العيدان بتاعتي. عظيم قوي. هنزل بايه؟ هنزل بالبصل، هنزل بشويه المشروم المفروم اللي قلنا جايبينه من السيخان او من العيدان بتاعتها، وعندي هنا الثوم والجنزبيل، شويه من الملح على البصل وعلى المشروم بتاعي. ليه؟ في البصل هيساعدني السوائل تطلع يبتدي يكرمل شويه، في المشروم هيبتدي يطلع لي سوائل تصغر قوي، الحته دي تبقى زي حبيبات كده موجوده زي ما قلت لكم في الصوص، بتفرق قوي معايا في الطعم. فلفل اسود اهو، هبتدي اقلب الكلام ده. انا عشان معلي النار عشان بنعملها بسرعه، فبس نقعد نقلبها كده على طول، او لو عايزين نبقى بنعمل بنتحرك بنعمل حاجه تانية هنوطي بس النار ونسيبها بقى ايه على مهلها خالص. طيب، على ما تبتدي تاخد التسويه بتاعتها هاخد المستردة وهاخد الخل البلسمك بتاعي، هنزل المستردة اهو، هبتدي اقلب واخيرا
نقطة البلسمك. خلي بالنا البلسمك نقطة صغيرة قوي، لو مش عارفين نظبطها ممكن نخلي النقطة دي نبقى ننزلها في الطاسة عشان هتتبخر بسرعة وهيقل قوي حجمها، لكن دي بنتكلم في نص معلقة صغيرة على تقريبا كوباية اهو من الملح. ندي تقليبة. اهو خلاص عندي البصل بتاعي دبل اهو تماما وطري وابتدى يوصل للون الشفاف اللي بعده على طول هيبتدي يتكرمل. هاخد الروزماري بتاعي المفروم، الزعتر المفروم، هقلب اهو تاني. انا بدور على الريحه بتاعت الاعشاب دي تبتدي تضرب، وهاخد المشروم بتاعي على بعضه اهو زي ما هو وهنزل بيه. حابين نقطعه مش هيقول لا خالص، انا بس ايه عشان هو كمان حجمه بيصغر وعشان يبقى كده ابتايزر مالي مركزه كده على الترابيزه، فبحب تبقى حتت المشروم زي ما هي. انا بس ببتدي اقلب كده لحد ما احس ان كل الحتت بتاعت المشروم جا عليها الدهن او الزيت والزبده اللي احنا حاطينها. حسيت ان انت عايز تزود سنه، نقطه من زيت الزيتون مش كتير، بس رشه من الملح. طيب شوية المشروم اللي نزلناهم والبصل أخدوا شوية من السايل، بقية المشروم اللي بينزل ده هيمتص الباقي لحد ما هنلاقي بصوا الطاسة بتاعتنا اهي خلاص ابتدت تنشف خالص وهتبتدي تشيط لو سبناها كده. نساوي الحتت بتاعتنا نحاول نتأكد إن كلهم لامسين الطاسة، ومن هنا هاخد الميكس اللي عملناه بتاع المستردة والمرقة وحطينا عليه زي ما انتوا عارفين نقطة من الخل البلسمك، وعلى طول هنزل اهو. كزبرة الخضرة بتاعتي اهي، وتقليبة كمان. والغطا اللطيف بتاعنا، وهندي الميكس ده تقريبا بنتكلم في 10 دقايق ياخد السوا كده، وفي الاخر هنرفع الغطا ونسيبه دقيقتين نخف بس او نتقل يعني الصوص بان احنا نخف السايل اللي موجود في الطاسه. خلينا نطلع خطف فاصل سريع الم الدنيا ونرجع نعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. زي ما شفتوا معانا قبل ما نطلع فاصل على طول حطينا المشروم بتاعنا ونزلنا عليه المرقه بخليط المستارده وسبناها كده زي ما قلت لكم بتاع 10 دقايق مثلا لحد ما تستوي كلها. وبصوا الصوص بتاعها عايم فيه الحتت بتاعت المشروم والبصل الثوم الجنزبيل هيدوها طعم مختلف خالص. نقطه الخل البلسمك مع المستارده والمرقه هتغير الدنيا وتعلي من الطعم تماما. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز الصوص ده بس ايه يتقل سنه او يخف عن كده سنه، فعلى ما نخلص المشروب بتاعنا هنسيبها كده. طيب ايه المشروب بتاعنا النهارده؟ هنعمل بطيخ بالبرتقال. عندي عصير برتقال، بطيخ فريش شايلين منه البذر، شويه من التلج، شويه من النعناع الفريش، واخيرا شويه من العسل. طيب كالعاده اول حاجه هنعملها هنجرش التلج بتاعنا، هننزل بيه شويه من السايل اهو، وهنبتدي نديله بالخلاط بولسز او النبضات دي واحده واحده، نديله واحده هتطلع تنزل تاني عند السلاح وهكذا لحد ما نلاقيه جرش. بص اول ما هتلاقي السلاح ابتدى يلف كده على بعضه هنفتح هنلاقي التلج خلاص مجروش كله كده، نقدر نبتدي ننزل بالفاكهه بتاعتنا. هنزل بالبطيخ، هنزل بورق النعناع،
وهنزل بالعسل اللي عندي. ومن هنا شوية كمان من عصير برتقال وندي ضربة، وبعد كده لو محتاجين هنحط تاني ونديله فرصته كده بس ياخد ضربة حلوة. بس أنا كده بالنسبة لي مش محتاجين نزود عصير تاني. كاسات التقديم بتاعتنا، هرفع بس اهو المشروم بتاعي من على النار وعلى طول اهو طيب. ممكن نعمل ايه غير عصير برتقال؟ عصير اناناس برضو تبقى فكرة حلوة قوي في الكوكتيل ده. خلاص عملنا مع بعض البطيخ بالبرتقال وشوية من النعناع الفريش. طيب ادي اهو خلاص المشروم بتاعنا، عايزكم تشوفوا شكله كده بقى عامل ازاي. الصوص بتاعي تقل، المشروم بتاعي زي ما انتم شايفين خلاص استوى. هجيب بس طبق التقديم، طبق تقديم اي بولة كده ظريفة عندي، وعلى طول هاخد المشروم بتاعي وهنزله في البولة اهو. انا بقدمه ازاي؟ بحب اجيب عيش باجيت او اي عيش فينو، اقطعه اديله شوية من زيت الزيتون والثوم، اديله تحميصة في الفرن ويتقدم محطوط فوق المشروم بتاعنا بيشرب شويه، وبعد كده بنقدر ناخد نحط الواحده على كل حته عيش وناكلها، بتبقى حلوه قوي في العزومات ومختلفه جدا. طيب كده احنا وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. كالعاده ارجو ان الوصفات تكون كانت سهله وجديده ومتنوعه وعجبت حضراتكم. خشوا لي على صفحه البرنامج نقنقه بالعربي على فيسبوك، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بنعملها ولسه عايزين تشوفوا معانا ايه تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.